لأنك عارف أنه مقبول عقليا. قم ياخذوا دينهم عن أبو هريرة. وما قال أمير المؤمنين يدوي: ألا إن أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي. شو أمير المؤمنين يعلنها عيانا، ودول ياخذوا حديثهم عن أبو هريرة. وأبو هريرة قال أبو هريرة. والعجيب البخاري، البخاري رويله ويقول له ايه الحديث ده من كلام النبي، والله من كيس ابو هريرة. يقول لهم لا، من كيس ابو هريرة. الله، يا انتوا عارفين. فبيقول لي اني آل البيت هم نسوان النبي. ما يدل السائد عندنا في مصر يا اخوان، مع علماء السنة الوقت ضللوا الناس في مصر. يعني ما لم يكن اخ زي اخونا معروف جه قاعد هنا وعرف آل البيت، انت ان نزلت مصر الوقت وتقول لهم آل البيت يقول لك آه عليهم سلام الله ورضوانه، ودول ستنا عائشة وستنا، ربنا يخرب بيوتهم وبستاتهم كلها، هم دول آل البيت. يا ناس، دول مش آل البيت، مش دول. فقلت له، قلت له بس نقرأ كده آيات سورة الأحزاب مع بعض ونشوف. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا كان القرآن وهو يتحدث عن آل البيت أجاز عليهن فعل الفاحش. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لكن آل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالوا لي طب امال ازاي الآية اجت؟ قلت الله، هو القرآن تأليف واحد عادي بيجيب لك الكفار على بعضهم والمسلمين على بعضهم والأتقياء على أبدا؟ القرآن كلام الله، أسلوب ما حصلش في التأليف. المغفل الملعون ابن الملعون معاوية كان يعني يستهزئ بالإمام بأبو تراب. شفتوا البلاء؟ أهدي لرسول الله حلة حمراء فحملها وقال هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله، ثم أرسلها إلى عمر. يا سلام، يا سلام. في البخاري كتاب اللباس: هذه يلبسها من لا خلاق له عند الله ثم أرسلها إلى عمر. لازم يحط الشيء في محله حضرة النبي. فجاء بها عمر يحملها ويبكي ويقول: يا رسول الله قلت كذا وكذا ثم أرسلتها إلي. قال: إما أن تلبسها وإما أن تتصدق بها. رأسي وجعاني، يعني معناه إما أن تلبسها وإما أن تتصدق بها. خلاص، يلا. طب الناس دي مش بتفكر ليه بقى؟ مش بيفكروا ليه؟ ما هي دي أحاديثهم الصحيحة اللي مروية. في الإمام أنه حارب كفارا استتروا بالإسلام، فكانت صعبة، كان صعب. الملعون ابن تيمية مش مسك فرخة وقال له أنا عاوز حد يذبح، طلع له واحد ذبح، قال له شوف أنا مش قادر أذبح فرخة، وعلي بن أبي طالب قتل 50,000 يوم وليلة. وتيجي تتكلم يقول لك ده صحابي. شيخ الازهر وهو بيرد علي بيقول لي سيده معاويه، شفتوا الخيبه؟ شيخ الازهر سيده معاويه، يقول سيدنا معاويه رضي الله عنه. يا هذه المصيبه السوداء، بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه يرضى عنه بس؟ ازاي يرسم لنا الخطه الطبيه؟ ما انتوا عارفين ايه احنا، لو سرنا في طريق النبي لولا الملاعين، لولا الملاعين زحزحوا أمير المؤمنين عن مقامه كنا شحتينا لكل، ولا كان أي بلاء من اللي احنا فيه ده الآن موجود. لو جلس أمير المؤمنين على منصة الخلافة كما أراد الله وأمر كانش ممكن، ولا كان في أي بلوى من البلوى، ولا كنا سمعنا على مرض السكر ولا السرطان ولا أبدا أبدا. النبي ماريا هنا، احنا عندنا في البيت النبوي 2 عقارب، عقارب موجودين في البيت النبوي. هتسأل تقول ليه؟ نقول لك هو كده أشد الناس بلاء، ها الأنبياء أشد الناس بلاء
الأنبياء النبي بماريا. هنا بقول لك في جزء عقارب في البيت المحمدي، لا يمكن يترك الأمر على أي حال يسير في هدوء، لا فيه أدب ولا فيه احترام ولا فيه توقير ولا فيه إجلال. عكروا على حضرة النبي صفو حياته. شوف لما يبقى حضرة النبي طوال اليوم، إن كان في معركة أو كان في مجادلة مع الكفار والمنافقين والمشركين أو كان في تشريعات للأمة، يومه مشغول، المفروض يدخل البيت يجد البيت روضة من رياض الجنة. أبدا. هل سمعت إن واحدة تأتي بطبق من الحلوى لرسول الله، تقوم عقرب من العقارب تروح شايل الطبق باللي فيه سكعه في الأرض كسره كبل؟ هل هذا يتصور مع رسول الله؟ الله، حاجة عجيبة. طب إزاي؟ ما هذا؟ أي نعم. طيب، فالسيدة ماريا تزوجها رسول الله، جن جنون العقارب. زي ايه؟ انتوا لكم حاجة؟ ده اصل هو زواجكم، انتوا لو تعرفوا السر فيه كنتوا قتلتم انفسكم. ده زواجكم اصلا لحماية الامة من افساد ابائكم واهليكم. عارفين عائشة عملت ايه في الفرح ده؟ زي الملعون صدام ما عمل هنا مع الثورة الاسلامية في بدايتها بالضبط. رسول فرحان بابنه العزيز، شايف فرحان بيه جدا، كل الصحابة عمالة تبارك لرسول الله، وكانت النساء تشيله وتضعه على صدره، كل الدنيا فرحان، كل الصحابة يقولوا فيه شبه منك يا رسول الله، شبيهك يا رسول الله. لا، عارف صدام محمد، ما هو صدام محمد وصدام حسين. صدام محمد قال لي ده مش في شبه منك خالص، ده شبه قريبها المصري اللي بيجي. شوف البلاء اللي. طيب، هكذا فعل الملعون صدام لما قام الإمام الخميني رحمة الله عليه بالثورة، وفرحنا والدنيا كلها فرح، المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها فرحانين. هب نفاجأ بالعدوان. قلت لهم بس أنا عاوز أسأل كام سؤال، ومش لازم تردوا هالوقت، ممكن تاخدوا وقت وتبوا تردوا عليها. بالله عليكم، أي عاقل يرضى أن يأخذ دينه عن أبي هريرة؟ أي عاقل في الدنيا؟ قالوا إزاي يعني؟ قلت يعني هالوقت إحنا في زمانه، أنا حجيب لك واحد ماشي شايل قطة وماشي بيها، كل ما يعد على بيت يطلقها تدخل، يروح داخل وراها يلاقي أي طبق فيه أكل يقعد يأكل ويسحب القطة ويطلع، على ما يجوع يطلقها في بيت تاني. قلت أنت مجرد ما تشوف واحد على الحالة دي إيه اللي تحكمه عليه؟ قال أحكم إنه هو مختل عقليا، واحد شايل قطة وماشي بيها طول النهار، يبقى مخ. قلت خلاص، أهو ده أبو هريرة بتاعكم، ينفع تاخدوا عنه الدين؟ واحد مختل عقليا شايل قطة بيلف بيها طول النهار، ينفع أخد عنه ديني؟ يعني ديني الذي ألقى الله عليه. أصل أبو هريرة ده عمل عمايل، الله ينتقم منه. سؤال من ليلة أمس من الأخ مشاكس. أيوه. يقول: ما رأي مولانا الشيخ بالعشر المبشرين بالجنة؟ ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يخرب بيوتهم. يا عمي بلغ أخونا المشاكس، بلغوا تحياتي، أنا جسمي كله مية، لو دخلت في الجماعة النصابين بتوع العشرة دول، لو دخلت فيهم مش عارف أطلع في الهواء، أنا عيان أصلا. فقل له ليلة أكون بس هادئ كده.